مساء الخير او صباح الخير على حسب الوقت اللي بتشوف الفيديو. في الفيديو النهارده ان شاء الله هنتكلم عن شويه نظريات تخص كانج ذا كونكرر، وعن برضه شويه نظريات تربطه بالاعمال التانية بتاعت مارفل. وبلاش كلام كتير ولا نخش في الفيديو. وفي البدايه عشان تقدر ان انت تفهم الكلام اللي بقوله، تحاول ان انت تتفرج على الفيديو بتاع تحليل الاعلان الاول لفيلم انت مان اند ذا واسب كوانتمينيا، وفيديو تحليل الاعلان التاني بتاع فيلم انت مان اند ذا واسب كوانتمينيا عشان تفهم المعلومات اللي انا قلتها قبل كده والمعلومات اللي انا هقولها النهارده. وفي البدايه لازم ان انت تكون فاهم حاجه عن فيلم انت مان اند ذا واسب كوانتمينيا. الفيلم ده المفروض ان هي مدته حوالي ساعتين وخمس دقايق، وبالرغم ان هي مدة بالنسبة لنا احنا صغيرة، بس برضو بالنسبة للفيلم كله فهي تعتبر مدة مهمة جدا. وده الحاجة بسيطة جدا واللي احنا شفناها جوه الاعلان، واللي هي ان كل الاحداث دي هتبقى موجودة جوه الكوانتم ريلم. وخليني دلوقتي ان انا ابسط لك الآية شوية او الرؤية شوية عشان تبقى مربط معايا الكلام اللي انا عايز اوصله. احنا طبعا عندنا الاحداث بتاعت فيلم اند جيم، واللي طبعا مات فيها توني ستارك، وشفنا بعدها ان هو ستيف ساب الدور بتاع كابتن امريكا، وسام ويلسون هو اللي بقى كابتن امريكا. وطبعا الاحداث دي كانت قدامنا كلنا في خلال فيلم افنجرز اند جيم. دلوقتي بقى اللي انا عايزك ان انت تركز عليه ان هو انت مان رجع مع عيلته تاني، والمشهد بتاعه هو وعيلته كان برضه موجود في فيلم اند جيم. وبالنسبه للناس اللي هتسال عن البنت دي، فهي دي المفروض اللي كانت هتلعب الدور بتاع كاسي لانج، بس هي سابت الدور وبعد كده الدور راح للتانيه اللي احنا شفناها جوه الاعلان. الممثله اتغيرت يعني، مش حوار كبير. المهم بالنسبه لي ان هي بعد اللقطه دي بحوالي كام اسبوع او فتره صغيره جدا، المفروض هتبدا الاحداث بتاعت فيلم انت مان اند ذا واسب كوانتمينيا. وفي الوقت اللي احنا هنشوف فيه سكوت لانج هيعمل بودكاست ويتكلم عن الاحداث بتاعت فيلم انفينيتي وور واند جيم، في نفس اللحظه دي هنلاقي نفسنا ان احنا مع بدايه مسلسل ميس مارفل، واللي هي اتذكر فيها البودكاست برضو بتاع انت مان. يعني ببساطه لو انت تهت من الكلام اللي قلته، التايم لاين بتاعنا ببساطه هيبقى بدايته فيلم اند جيم، وبعد كده فيلم انت مان اند ذا واسب كوانتمينيا، وفي بدايه الفيلم بتاع انت مان اند ذا واسب كوانتمينيا هتبدا الاحداث بتاع مسلسل ميس مارفل. ولكن الشيء الغريب اللي انت لازم تبقى فاهمه ان هو الوقت او الزمن في خلال الكوانتم ريلم بيختلف عن الوقت او الزمن في خلال العالم الحقيقي. يعني انت شفت زي ما قلت من شويه التايم لاين اللي انا لسه متكلم عليه، المفروض ان انت شايفه ان هو مظبوط وواضح ومفهوش اي مشكله. ولكن المشكله البسيطه ان هم لما دخلوا الكوانتم ريلم ولما يخرجوا منه في اخر فيلم انت مان اند ذا واسب كوانتمينيا، هم هيخرجوا لكن بعد فتره طويله جدا. يعني مثلا ممكن تقول ان هم دخلوا جوه الكوانتم وليكن مثلا لمده 10 ساعات، العشر ساعات دول هيوازوا في العالم الحقيقي حوالي 10 سنين، ولو دخلوا 5 ساعات جوه الكوانتم ريلم ممكن يخرجوا بعد 5 سنين، وده طبعا المثال اللي سكوت لانج قاله ساعه فيلم اند جيم. فمن الاخر كده انت هتخرج في وسط احداث بتاعت اعمال تانيه. ممكن نهايه فيلم انت مان اند ذا واسب كوانتمينيا تكون مثلا مع بدايه الموسم التاني من مون نايت، او مثلا ممكن تكون نهايه الفيلم مع مثلا مسلسل ميس مارفل اللي هو طبعا الموسم التاني. وانا دلوقتي بتكلم مش على سنه الاصدار بتاعت العمل ده، انا بتكلم على حسب التايم لاين. ولو انت مش فاهم الموضوع بتاع التايم لاين فانا كده كده عامل له فيديو هنزله قريب. بس الفكره اللي انا عايزك ان انت تفهمها دلوقتي ان هو قبل الدخول للكوانتم ريلم كانت الاحداث بتاعت ميس مارفل كانت ماشيه مع الاحداث بتاعت فيلم انت مان اند ذا واسب كوانتمينيا، وخصوصا قبل ما هم ما يخشوا الكوانتم. ولكن نهايه فيلم انت مان اند ذا واسب كوانتمينيا هي هتبقى في فتره زمنيه بعيده عن الاحداث القديمه اللي احنا شفناها، وبتاعت برضو الاعمال اللي لسه هتنزل قدام. لو انت فهمت النقطه دي فحلو جدا. دلوقتي بقى خليني انا اتكلم عن النقطه دي ازاي حلت مشكله كبيره جوه عالم الام سي يو. طبعا اللي فيكم شاف الفيديو بتاع بلاك بانثر وكاندا فور ايفر فعارف ان هي من ضمن المشاكل بتاعت الفيلم واللي انا طبعا كنت بقولها كل مره، ان هو توسان اللي هو اسمه تتشالا ابن تتشالا ده يعتبر طفل، وللاسف هو مش هيقدر ان هو يكون ملك، او بمعنى صح مش هيلحق ان هو يكون بلاك بانثر. وده ببساطه لاني قلت لكم انه في خلال فيلم بلاك بانثر وكانت فور ايفر تقريبا هو كان عنده حوالي 6 سنين، واحداث فيلم بلاك بانثر وكانت فور ايفر كانت بعد حوالي سنه من موت تشالا، فاللي هو حتى كمان لو انت هتقول عنده حوالي 7 سنين برضه مش هيقدر ان هو يكون بلاك بانثر. ولكن لسه من قريب النقطه دي محلوله على حسب الاعلان الثاني بتاع فيلم انت مان اند ذا واسب كوانتمينيا، واللي هي النقطه اللي ببساطه بتتشكل كلها في الكوانتم ريلم. عيله انت مان هتخش في فتره زمنيه معينه وهتطلع في فتره زمنيه بعديها بحوالي كام سنه. يعني مثلا على سبيل المثال وليكن مثلا هم هيخشوا سنه 2020 جوه الكوانتم ريلم، فهم ممكن يطلعوا منه 2030، وده طبعا متوقف على المده اللي هم هيقعدوها جوه الكوانتم ريلم. فاعتقد وده بالنسبه لي يعني ممكن ان هو يحصل بنسبه كبيره قدام، ان هو ممكن يكون فيلم انت مان اند ذا واسب كوانتمينيا هو ده اللي هيمهد بشكل كبير للشخصيه بتاعت توسان، وهيتم ربط برضه فيلم انت مان اند ذا واسب كوانتمينيا بالاحداث بتاعت فيلم بلاك بانثر وكاندا فور ايفر، وهيكون هو ده الحل بالنسبه لمارفل عشان تقدر ان هي تجيب ممثل تاني شاب يلعب الدور بتاع بلاك بانثر. طبعا ممكن يبقى عندنا بلاك بانثر مذكر وبلاك بانثر مؤنثه، واللي هو مثلا تتشالا ابن تتشالا ويكون ده مثلا مذكر اللي هو راجل،
او شاب يعني بمعنى ادق، وبلاك بانثر تانية مؤنثة واللي هي طبعا شوري. بالرغم برضو من ان هو عالج المشكلة بتاعت فيلم بلاك بانثر وكاندا فوريفر، فهو برضو عالج النقطة بتاعت اليانج افنجرز. في عندك شخصيات كتير برضو جوه الام سي يو اتقدمت قريب من الشخصيات بتاعت اليانج افنجرز، ولو انتوا تلاحظوا هتلاقوا انه في شخصيات تقريبا مش بتقدر ان هي تستخدم القوة بتاعتها، او لسه ما بقوش عاملين زي الكوميكس، يعني زي ما بنقول كده بين قوسين ما فيش حد ممكن يعتمد عليهم. فبرضو فيلم انت مان اند ذا واسب كوانتمينيا والموضوع بتاع الكوانتم ريلم هيساعد برضو ان هي الشخصيات دي تكبر عشان تقدر ان هي تاخد خبرات. وغير كده برضو على حسب توقع مني، وده توقع شخصي يعني ملوش اي علاقه بالاحداث اللي قاعده بتحصل، بس هو ممكن يحصل قدام انه ممكن في خلال فيلم انت مان اند ذا واسب كوانتمينيا ممكن يكون في تلميحات على المسلسل بتاع مون نايت، وخصوصا الموسم الثاني من مون نايت. ولو هتقول لي ليه، هقول لك عشان مون نايت الموسم الاول انت ذات نفسك ما كنتش عارف الاحداث دي هي كانت في انهي زمن بالظبط، وغير كده برضو انت مكنتش عارف ان هو الزمن ده امتى، ولا حتى كمان الاحداث دي امتى، وكمان برضو مكانش فيه اي تلميحات على الام سي يو من اساسه، هو بس كان تلميح وحيد على كانج ذا كونكرر. فانا عن نفسي اعتقد ان هو المفروض هيكون في عمل قدام هيتم فيه الربط بتاع مسلسل مون نايت الموسم الثاني بالاحداث بتاعت الام سي يو، وخصوصا فيلم انت مان اند ذا واسب كوانتمينيا. هتقولي طب انت ليه قاعد بتربط كل حاجه بالفيلم بتاع انت مان اند ذا واسب كوانتمينيا؟ هقول لك ببساطه لان ده هو الفيلم الوحيد اللي هيخرج كانج ذا كونكرر اللي هو المفروض محبوس جوه الكوانتم ريلم، واللي المفروض برضه هو اللي هيكون الفيلن في خلال فيلم افنجرز كانج داينستي، هيخرج الشخصيه دي ويجيبها عندنا في العالم بتاع الام سي يو. وبالنسبه للاعمال التانيه اللي هتنزل فهتبقى بس فيها تلميحات على كانج ذا كونكرر ان هو خرج او هيخرج او في تلميحات عنه من بعيد لبعيد. واعتقد برضو بالنسبه لي على حسب النظريه الثالثه برضو جات لي ان هو ممكن يكون فيلم ديد بول 3 يكون برضو فيه تلميحات على الشخصيه بتاعت كانج ذا كونكرر. لو هتقول لي ليه، هقول لك عشان انا لسه قايل في الفيديو بتاع الاخبار امبارح ان هو المفروض الممثل جوناثان ميجورز هو صور مشاهد من قريب للشخصيه بتاعت كانج ذا كونكرر، والمشاهد دي خاصه بالمسلسل بتاع لوكي الموسم الثاني، مع ان لو انتوا تفتكروا ساعه السكريبت المتسرب انا قلت ان الشخصيه دي هيبقى ليها دور ثانوي جوه المسلسل، والفيلن الاساسي اللي هيكون جوه المسلسل هي الشخصيه بتاعت سيلفي العجوزه، واللي طبعا هتلعبها الممثله كيت ديكي. ولو تفتكروا برضو ساعه فيلم ديد بول 3 من ضمن التسريبات اللي انا قلتها واللي اتاكدت برضو بعد فتره من الممثل نفسه هيو جاكمان، فالمفروض عندنا التي في اي اللي هي بتاعت مسلسل لوكي هتقبض على الشخصيه بتاعت وولفرين والشخصيه بتاعت ديد بول، ولما يتقبض عليهم طبعا هيروحوا جوه التي في اي هيتسجنوا زي ما احنا شفنا الموسم الاول من لوكي. وده برضو يخليك ان انت تتوقع ان احنا ممكن نشوف كاميو جوه المسلسل بتاع لوكي الموسم الثاني من الشخصيه بتاعت ديد بول والشخصيه بتاعت وولفرين، وزي ما قلت ممكن لكن مش اكيد، لان لو هيعملوا كاميو للشخصيتين الكبار دول فالحوار هيبقى متعب وكبير جدا بالنسبه للناس نفسها اللي هي هتعمل المسلسل، وغير كده يبقى في مشاكل من ناحيه القصص وحوارات كتير مش عايز ان انا اتكلم عليها دلوقتي عشان كده كده هتكلم عليها قدام، لان في مشاكل برضو تخصها من شخصيات تانية جوه الام سي يو اللي هي اشهرها سبايدر مان، فكده كده هتكلم على الحوار ده بالتفصيل قدام. واخر نظريه بالنسبه لي كنت عايز ان انا اتكلم عليها واللي هي بتاعت ربط مسلسل دير ديفل بورن اجين بالشخصيه بتاعت كانج ذا كونكرر. بالنسبه للناس اللي سالتني عن النقطه دي فالربط الوحيد اللي انا شفته من وجهه نظري انه ممكن دير ديفل يقابل الشخصيه بتاعت مون نايت وعن طريقه هيتم ربطه بالشخصيه بتاعت كانج ذا كونكرر، وده طبعا ليه احتمالات كتير، يا اما دير ديفل هيظهر في خلال مون نايت الموسم الثاني، يا اما مون نايت هيظهر في خلال مسلسل دير ديفل بورن اجين، واما الاحتمال الثالث وده لو انتوا تفتكروا كان عليه تسريبات كتير من السنه اللي فاتت قبل نزول المسلسل بتاع مون نايت واللي هو كان بيخص انه الشخصيه بتاعت ذا بانشر هتظهر في خلال مون نايت. ففي حاله الموسم الثاني من مون نايت لو فعلا الكلام ده حصل ولقينا الشخصيه بتاعت ذا بانشر ظهرت جوه المسلسل، فانت كده ربطت العالم بتاع دير ديفل او مسلسل بتاع دير ديفل بورن اجين بالشخصيات برضو اللي هتظهر جوه المسلسل زي الشخصيه بتاعت جيسيكا جونز والشخصيات برضو بتاعت الديفندرز، واحتمال برضو معاهم سبايدر مان. هيبقى سهل جدا ان انت تربط الشخصيه بتاعت مون نايت وكمان الموسم الاول والموسم الثاني بالعالم كله بتاع دير ديفل او بتاع ابطال الشوارع، وكده كده انت عندك مون نايت اتلم حاليا من الموسم الاول على الشخصيه بتاعت كانج ذا كونكرر، وعلى حسب الاخبار اللي قاعده بتنزل فالمفروض انه الموسم الثاني هيماد للشخصيه بتاعت كانج ذا كونكرر، فاظن ان هو الحوار كله هيبقى مترابط. بس كده يكون فيديو النهارده خلص. لو عجبك الفيديو حط لايك على الفيديو واشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، وتاكد ان انت تفعل الجرس بتاع الاشعارات على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات اول باول، وعندك حسابات السوشيال ميديا موجوده تحت في الديسكريبشن وظاهره قدامك دلوقتي على الشاشه ممكن انت تتابعني عليها، ولو عندك اي راي اكتبه لي تحت في التعليقات كده كده برد على الكل، واشوفكم المره الجايه وبيس.